مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير صدر الدجاج مع الخضرة والرز. عنا كيلو صدر دجاج قطعتهم بهذا الشكل، جزر، بازيلا، قرنبيط اخضر، بروكلي، زيت نباتي، ملعقتين طعام خل التفاح او اي خل ما بيأثر، ما في مشكلة، وصويا صوص. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. اول شي بدنا نسلق الخضرة. حطيت حوالي لتر مي بالطنجرة، بحط الجزر. اول شي بسلق الجزر عشان الجزر بده وقت اكتر بالسلق. هلا بحطهم على الغاز. بالوقت اللي عم بسلق في الخضرة على الغاز بدنا نعمل مع بعض صفين دجاج. بحط بالمقلاية زيت نباتي، حط سفينة كمان، هلا بحطهم على الغاز، بحطهم بهيدا الشكل وبتركهم ليستووا من الجهة السفلى، برجع بقلبهم على تاني جهة. كمان برش رش صغير خال بتروح جنفة الفرن، والصويا بيعطي نكهة كتير ولون حلو للسفاني. هلا بغطيهم وبتركهم ليستووا منيح. بس اتأكد منهم انه استووا منيح، بشيلهم بحطهم بصحن. بس سلقت الجزر حوالي ربع ساعة، هلا بحط القرنبيط فوقهم. بسم الله، بحركهم شوي. هلا بغطي الطنجرة وبرجع بكفي سلقهم مع بعض. بس سلقت القرنبيط 7 دقايق، هلا بحط فوقهم البازيلا. بسلقهم مع بعض حوالي 2 دقيقة وبطفي الغاز. هيدي الخضرة بعد ما استويت هلا بصفيها بالمصفي. هيدا الرز كمان عملته سابقا فيديو، هلا بحط لكم الرابط. لحطهم بالوعاء، احطهم بصدر. بسم الله، عملتهم مع رز ابيض، واذا حبينا نحط على الوجه جريفي. هلا كمان بحط الخضرة. بسم الله، واو شكل الخضرة كتير بعقد. منحط كمان صفين دجاج بهيدا الشكل. شكل كتير رائع. هيدا الشكل النهائي. اذا حبينا منرش جريفي على الوجه. هيدا صدر الدجاج والرز اللي عملته انا وياكم. بتمنى يلي بيحضر الفيديو يبعت تعليق اذا عجبته الطريقة ام لا، وان شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.